وهذه احنا قلنا عليها في 2012 بأن الفساد يمخر المجتمع ويهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي. هذا زاد استفحل هذا في الوقت ذاك يعني تكييفنا للفساد في 2012 زاد استفحل لأنه لم تأخذ بعين الاعتبار هذاك الجرس الخطر اللي كانوا المفكرين ولا الناس اللي كانت عندهم دراية بحكم وظائفهم. واحد كيكون قاضي على باله بفكرة الفساد وين وصلت وكذا.